هذا المثال الثاني على حساب الديتيرمنت. شلون نحسب الديتيرمنت او اللي اسمه المحدد؟ هسه خلينا نقول اسمه المحدد. كان اسمه المحدد او الديتيرمنت، ننقل المصفوفة. طبعا هنا خطوط عدلة بدون هاي الركز. ننقل المصفوفة نفسها 5 2 -2 3 0 1 -1 7. نسد هذا الخط. بعدها نعيد أول سطرين، أول عمودين قصدي، هذا العمود هذا العمود نعيدهم هنا. فنحط 5 0 2 -2 3 0 -2 3 0. اوكي، هسه شو نسوي؟ مثل ما قلنا ناخذ يعني القطر، يسموه هذا القطر، اقطار، نضرب اقطار ونطلع الناتج. فنبدي من هذا العنصر الاول واحد وننزل هيك 5 × 3 = 15 ونضربها بالسبعة خلينا نشوف. يطلع الناتج 105. اذا الناتج مال هذين ما نضربهن 1 0 5 105. اوكي، زائد، خلينا زائد نشوف ذني. سالب 2 في سالب 1 سالب 2 في 2 يعطيني 4 من 4 زائد 4. بعد ايش عندي؟ عندي هذا القطر 1 × 0 × 0 اكيد 0 + 0. ايش قلنا؟ هذا كله نخليه بقوس ونعطي اشاره سالبه ونفتح قوس. بعدين نبدي من هذا العنصر الاخير اللي هنا كان. بدينا اول شيء منه، هسه نبدي من الراس الثاني. من الراس الثاني نبدي وننزل نضرب، هم نضرب سالب 2 × 0 × 7 يبقى 0 لان بي 0. فالصفر زائد 5 × سالب 1 = 5 هم زائد 0. والواحد 1 × 3 = 3 × 2 شبقى زائد 6. نسد القوس. هسه نشوف الديتيرمنت مالتنا شو يساوي. الديتيرمنت قلنا مو مشكله العنصر مالته، اما يكون اي اما يكون بي، هو المهم اكو الا مطلق، هذا يسموه الديتيرمنت. فالبي اذا هسه البي الديتيرمنت مال مصفوفه بي شو يساوي لي؟ يساوي لي 105 + 4 يعني 1 0 9. والسالب من داخله يصير سالب 6 - 6، ف9 - 6 يساوي 103. هذا الديتيرمنت مال مصفوفه بيه.